عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده فيديو جديد وسيده جديده. فيديو النهارده فيديو حلو جدا جدا، انا بقدمه ليك يا غاليه بكل تفاصيله اللي ان شاء الله هتعجبكم جدا. عايزه اقول لكم ان فيديو النهارده بجد اجمل من رائع، كله حاجات جديده، كل افكار جميله، كله كده حاجات ان شاء الله انا متاكده ان هي هتعجبكم. بس قبل ما يعني نبتدي في الفيديو، كملي الفيديو كده للاخر، في تفاصيل حلوه جدا جدا والله من اول دقيقه لاخر دقيقه. وكمان ما تنسوش دعمكم ليا باللايك، عايزه لايكات كتير كده، لايكات على قد ما تقدروا للفيديو ده. يعني بصوا، كل ما بتحطوا لايك حلو كده منك، كل ما بعرف ان الفيديو عجبك وبجيب لك الفيديو اللي بعده احسن من اللي قبله كمان. وده كمان بيكون كلامكم ليا وكلامكم معايا في الفيديوهات السابقه. بحبكم كتير في الله، اجمل واحلى ناس في الدنيا، واغلى عيله، عيله رودي كده الجميله اللي دايما دايما بتكون واقفين في ظهري. ونخليكم ليا واديكم كل خير يا رب، اللهم امين. لسه مستمرين في فيديوهاتنا الحلوة ان شاء الله، ودعواتكم كده لأهل فلسطين ان شاء الله ربنا ينصرهم يا رب، اللهم امين. تعالوا بقى نبتدي في الفيديو ونشوف فيديو النهاردة هيكون عامل ازاي. واول حاجة لتغييرها وتجديدها لغرفة النوم، زي ما انتوا شفتوا عملت الحيطة الستانلس، بس طبعا بديل الستانلس الستيكر اللي هو بديل الستانلس، وكان في كده على السرير ستيكر باللون السيلفر شالته، وابتدت بقى تنظف في الغرفة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هتنظف ايه الكمود علشان تنظمه تنظيم وترتيب يكون لايق مع الأوضة، وتنظيم الأوضة كتنظيم جديد يعني. وبعد كده هتعمل كده جولة سريعة، وتعالوا نشوف كمان الكرسي الجديد اللي جابته للسراحة او للتسريحة بتاعت غرفة النوم. شايفين قد ايه شكله حلو جدا، شكله شيك يعني. بصوا حاجات بسيطة كده يعني، قد تكون بتزين من الأوضة او بتزين من جمال الحاجة في قلب البيت. هنيجي بقى نشوف برضو ده ديكور زهور كده جايبها لغرفة النوم، برضو هي جابتها كده بحيث ان هي تبقى جنب الكمود، يعني عاملة شغل كده في الأوضة بحيث ان هي ما تكونش الأوضة سادة خالص، وما يكونش فيها اي حاجة من الزهور او الحاجات اللي تكون باللون الاخضر. دايما دايما الحاجات اللي بتكون باللون الاخضر دي بتدي طاقة ايجابية حلوة جدا جدا، وبتخليكي دايما عندك كده اصرار وعزيمة انك تخلصي حاجاتك. حاولوا على قد ما تقدروا تاخدوا طاقة ايجابية من الناس اللي حواليكم ومن قرايبكم، اي حد بيديكم طاقة ايجابية زي كده. وده طبعا على كلامكم انتم، بتقولولي كتير يا رودي انت بتدينا طاقة ايجابية وبنحب فيديوهاتك وبنستنى فيديوهاتك كل يوم علشان خاطر بتدينا طاقة نخلص بيتنا وبنجدد في بيوتنا بحاجات حلوة. فربنا يخليكم لي يا رب، ودايما دايما اكون عند حسن ظنكم كده، واقدر اساعدكم واجيب لكم اللي انتم نفسكم فيه. طبعا هنا ده التويلت بتاع غرفة النوم، وزي ما انتم شفتوا الفيديو شارح نفسه، طبعا هي دخلت نظفته وبترتبه بما ان في غرفة نوم، او ظبطت غرفة النوم بحاجات جديدة، فكان لازم برضو تظبط الغرفة كده زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف بقى كمان الغرفة دي، ودي غرفة المكتب بتاعها، هتبتدي برضو ان هي تنظمها، جايبة لها ستائر جديدة وجايبة لها حاجات جديدة، هتبتدي ان هي ترتبها كده بما ان هي الغرفة دي داخلها كمان غرفة النوم، جنب غرفة النوم يعني. بس كده دي جولة سريعة كده، وزي ما قلت لكم دي غرفة المكتب بتاعها. تعالوا نشوف بقى السفرة وترتيبها وتنظيمها للسفرة هيكون ازاي. هنا جابت البف دوت، بص هو البف دوت يعني مفروض ان هو جاي مع كراسي السفرة، او حبت ان هي تعمل النظام الجديد اللي هو اربع كراسي وبف كده، بيدينا برضو شكل جمالي وبيكون شكله حلو، يعني ما بقيت زي السفرة اللي احنا بنشوفها على طول بست كراسي او باربع كراسي.
وهنا هتبتدي بقى تنظم كمان الريسبشن والبوفيه او البار بتاع السفرة بالتنظيم اللي انتوا هتشوفوه ده. خلاص هنا بقى كانت ظبطتهم طبعا برعاية المنظم الأكليريك اللي احنا يمكن جبناه في أكتر من فيديو. تعالوا نشوف بقى الكونسول، والكونسول ده بيكون برضو في السفرة أو بيكون مع الأنتري قدام على طول السفرة. هتبتدي كده ان هي تنظمه بفازات حلوة أو كريستالات حلوة كده علشان تدي بهجة للريسبشن والسفرة، ويكون كل الديكورات بتاعته تكون شبيهة لبعضها. النهاردة السيدة اللي معانا يعني السفرة بتاعتها والريسبشن كله سيلفر في بلاك او رصاصي في اسود، فيعني بيكون اختلاف شوية بقى من الجولد والاوف وايت اختلاف شوية. تعال نشوف بقى المشتريات اللي هي جابتها جديدة للمطبخ، وهنخش المطبخ دلوقتي ونشوف ترتيبها وتنظيمها للمطبخ. السيدة اللي معانا النهاردة هي بتحب المشتريات جدا، جابت حاجات بقى لتنظيم التلاجة وترتيب التلاجة وترتيب الأدراج كمان، هنشوف كل ده دلوقتي. طب يا رودي هي جايباها منين؟ أكيد انتوا شايفين الكرتونة مكتوب عليها أمازون. سألت كتير جدا جدا أجيب الحاجات دي منين يا رودي، وأجيب المنظمات وأجيب الحاجات دي منين؟ فأمازون أو علي إكسبريس او علي بابا تقدري انك انت تنزلي الموقع ده عندك على الموبايل، ابليكيشن بتنزليه على الموبايل وتحملي عليه اي حاجة انت عايزاها، او تجيب تطلبي من عليه اي حاجة انت عايزاها. زي ما انتوا شفتوا انا مرضتش ان انا اشيله لكم وجبته لكم عشان تشوفوا الكراتين كمان جاية منين، من امازون. فانتوا تقدروا تجيبوا المنظمات وتحصلوا على الحاجات دي من اي حتة زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات سابقة. هنبتدي بقى هنا دلوقتي هتنظم المطبخ بتاعها حاجة حاجة كده. خلاص هنا بقى كان جايبة طقم السكاكين ده كمان، وبعد كده هتبتدي ان هي تنظم الدرج بتاع المعالق او بتاع المعالق يعني التوزيع. هتبتدي بقى ان هي تغسله كده الاول وبالمنظم الخشبي، جابت له منظم خشبي كده قد الادراج، وكمان كانت جايبة الطقم ده جديد، فهتبتدي كده ان هي ترتبه كترتيب شيك وشكله حلو يديها كده ألوان مبهجة للمطبخ. تعالوا بقى هنا كمان طبعا بعد بقى ما كانت يعني رتبت شوية حاجات، كان فيه لسه عندها شوية ترتيبات بالنسبة للرخامة، اشتلت الحاجة اللي عليها، وهتبتدي كده تغسل او تمسح كل التقفيل بتاعها. وعايزة اقولكم ان التقفيل عليه دهون شايفين اهو، فحبيت ان انا اجيبه لكم علشان في ناس كتير بتقول ممكن الابيض مش حلو وبيبان عليه بسرعة. شايفين هو في التصوير باين عليه ان مفيش فيه اي حاجة، ولكن لو قربت منه بيكون باين فيه، بس بالنسبة لي بجد حلو جدا. كل حاجة لونها ابيض بجد بجد حلوة جدا، وبتديكي طاقة ايجابية حلوة جدا جدا. تعالوا بقى نشوف هنا التلاجة بتاعتها او تنظيم التلاجة، جابت كده الحاجات اللي في قلب التلاجة، المنظمات غسلتها وشوية مشتريات كنوع من التنظيم والترتيب بتاع المطبخ. يعني كان لازم برضو بما ان هي نظفت المطبخ وكان فيه شوية حاجات في المطبخ عايزة تتعمل، عملت كمان التلاجة وجابت المشتريات بتاعتها عشان تحطها فيها. هنا بقى قبل يعني طبعا غسلت الفراولة بتاعتها او الفواكه، وبعد كده بتحط مناديل في العلبة كده علشان خاطر تحفظها اكتر. بس كده
هنا بقى دلوقتي هتبتدي ان هي تغسل البوتاجاز بتاعها برضو، او هتنظف البوتاجاز بتاعها، بما ان اصلا يعني ان البوتاجاز مش بلت ان ولا حاجة، بوتاجاز عادي جدا، ولكن برضو قالت هتنظفه وهتغسله، وكمان هتشده لبره كده علشان تنظفه زي ما انتوا شايفين، عشان يكون الجنب بتاعه نظيف. وهي دي النظافة دايما اللي احنا بنتكلم عليها، مش تعملي اي حاجة كده من على الوش وخلاص، لا صدقوني بعد كده كل ده هيتراكم عليكم وهتحسوا بتعب. يعني في ناس كتير يعني يدوبك على قد شغل البيت، يمكن 3/4 كلنا بنفس الوضع ده، على قد شغل البيت والاكل والشرب يعني الطبيخ وكده، وتيجي تلاقيها حبيبتي هلكت خلاص، ما عادتش قادرة ان هي تكمل او تعمل حاجة او تنظف حاجة. بس ده بيكون سببه برضو انك انت سبتي حاجات كتيرة، فعلى قد ما تقدروا كده اي حاجة بيكون فيها حاجات كتيرة بالنسبة للدهون والحاجات دي، حاولي على طول ايدك على طول في قلب المكان اللي انت قاعدة فيه، صدقوني والله العظيم الدنيا هتكون افضل من كده واحسن من كده بكتير والله. طبعا هنا بقى بعد ما خلصت المطبخ خالص ونظمت المطبخ خالص، حطت فيه الحاجات ديت الديكورات اللي هي بتحطها، ولكن هنا برضو في حاجة اللي هي ازايز الزيت هتشوفوها دلوقتي، ودي كانت جابتها بعد كده بعد ما نظمت الحاجة، كانت عندها ازازة زيت او ازايز زيت، لما بتيجي تكبها البوزة بتاعتها كده بتنزل زيت على الازازة، فجابت الازازة الجديدة دي علشان البوزة بتاعتها من نوع ان هي مش بتخليكي في زيت ينقط خالص عليها، ده الغرض منها. شايفين هي بتوريكوا كده ان هي مفيش حاجة بتنزل عليها. يعني تعالوا نشوف بقى كمان المنظمات اللي هي بتاعت الصابون، هتبتدي برضو ان هي كانت جايباها جديد كنوع من التغيير، هي في عندها اللي هي الازاز انتوا شايفينها ورا كده، ولكن هي هتغيرها وجابت باللون الابيض دوت علشان تكون لايقه كلها على المطبخ، ويكون المطبخ كله الواناته موحده. وفي نفس الوقت انتوا عارفين ان ده نازل موضه، يعني اللون الابيض في الجولد ده موضه وترند بقاله فتره. يعني تعالوا نشوف بقى كمان هنا المنظم بتاع المناديل، وطبعا هي المطبخ بتاعها امريكان، فكانت لازم تجيب منظم المناديل اللي بالشكل ده، بحيث لو هي واقفة لما تعوز تشد اي منديل تشده عادي، وكانت جايبة هنا ملمع للرخام، فبعد ما بتخلص المطبخ بتاعها بتلمع كده دوت، يعني الازازة دي جاية مع علبة المناديل، وانتوا شفتوها حطيتها في علبة المناديل، دي ميزة علبة المناديل يعني. بس واخر حاجة جابت كرسي بقى كمان للمطبخ. بس كده هنا بقى دوت التويلت بتاع مفروض الريسبشن او التويلت الكبير يعني بتاع الضيوف، وجابت له الستاند بتاع الفوط ده، بصراحة الستاند ده عجبني جدا، انا حسيته ان هو جديد تقريبا، ما قصناش جبنا فيديوهات كان فيها الستاند ده، فبصراحة عجبتني الفكرة بتاعته. خلص فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامة.